في أولى مباريات أسامة نبيه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، الزمالك بيعود للانتصارات من تاني في مباراة فيها شوية أفكار وفيها شوية حاجات مختلفة عن جيزبالدو فيريرا، ولكن ده مش معناه إن الزمالك خلاص عاد والدنيا بقت جميلة والدنيا وردية. لا لا، لسه في مشاكل إدارية، لسه في مشاكل فنية، ولسه في مشاكل تقنية. نتكلم في كل حاجة عن مباراة الزمالك وفيوتشر في حلقة النهاردة، هنتكلم عن أسامة نبيه بشكل خاص. وقبل ما نخش في أي حاجة، انزل اعمل لايك لو مرة شفني، اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من حلقات قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن الزمالك وفيوتشر في مباراه الدوري المصري. الزمالك تحت قياده اسامه نبيه في اولى مبارياته بعد مباراه غزل المحله اللي خسرها في المحله، اوكيل جيزبالدو فيريرا وجه مكان اسامه نبيه لنهايه الموسم. هيقضي بقى بطوله الدوري وبطوله افريقيا لحد نهايه الموسم، لحد ما نشوف هل هنجدد الثقه في اسامه نبيه مين تاني ولا هنمشيه ونجيب بداله مدرب اجنبي. ده اخر حاجه اتقالت. طيب الزمالك النهارده تحت قياده اسامه نبيه في ده جديد، في شكل مختلف، في شكل مختلف، في اداءات اول مره نشوفها، في التزام تكتيكي، في التزام على مستوى لاعبين كتير ما كناش شايفينها في الفتره اللي فاتت. ابرز اللاعبين اللي شفناها النهارده متالقه مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، محمد عبد الشافي. عبد الشافي هنجري شويه كده، ولكن سيف الجزيري وشلبي النهارده كانوا شكلهم مميز، كان شكلهم افضل من الفتره اللي فاتت. ده مش راجع نوعا ما لتكتيك او لشيء معين، ده ممكن تكون نابع من خلق المساحات او في مساحات في ظهر لعيبه فيوتشر، فعشان كده لعيبه الزمالك سواء سيف الجزيري او مصطفى شلبي كانوا كويسين في مباراه النهارده. لكن خليني اكلمك على المستوى التكتيكي او على المستوى الشكل بتاع الزمالك النهارده. الزمالك النهارده بدا المباراه بال 4 2 3 1 صريحه، والتشكيله اللي بقاله كتير قوي الزمالك ما لعبهاش. لعب بامام عاشور لاعب نمر 10، ولعب اتنين في نص الملعب، اتنين ستة او اتنين محورين مزدوجين، دونجا وعمر السيسي، قدامهم امام ناحيه الشمال شلبي، ناحيه اليمين زيزو وسيف الجزيري، والرباعي الخلفي النهارده سيد نيمار بيلعب ناحيه اليمين، وناحيه الشمال عبد الشافي، اتنين في قلوب الدفاع محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد. طب الزمالك بالشكل ده كان ايه المغزى من ان انت تلعب بالشكل ده؟ هو كان ملعب او بثلاثي نص الملعب اللي هو امام نمر 10 وسيسي ودونجا، كان بيلعب بيه انماط معينه. النمط اللي كان بيلعب بيه، اول حاجه اللاعب اللي هو يبدا لك الهجمه، واللاعب اللي بيعرف يستلم تحت ضغط، واللاعب اللي بيعرف يبدا الهجمه نوعا ما شويه او يبدا تدرج الكوره وبدايه الهجمه هو دونجا، فهخلي دونجا هو اللي يبدا الهجمه، هو اللي ينزل لقلوب الدفاع سواء عبد المجيد او عبد الغني، يستلم منهم الكوره ويبتدي هو اللي يطلع بالهجمه من التلت الخلفي للتلت الامامي، ويبتدي مرحله التحضير ومرحله التدرج. ده دونجا. اللاعب الثاني اللي هو السيسي، كان السيسي نوعا ما النهارده بيلعب الدور اللي كان بيلعبه في طلائع الجيش، انا مش عايز الكوره تبقى معايا ولا عاوز ابدا الهجمه، وفي نفس الوقت مش هعمل ادوار صعب عليا، لا انا هعمل ادوار بتاعتي اللي هي ايه؟ ضغط على المنافس واسترجاع الكوره من المنافس واسترجاع الكوره الثانيه. يعني اوقات كتير كنت بشوف الزمالك يلعب الكوره الطويله وعمرو السيسي بيسترجع الكوره الثانيه، او مرات كتير بتلاقي فيوتشر هي اللي بتلعب الكوره او ماسكه الكوره وعمرو السيسي هو اللي بيطرد الكوره، هو اللي بيجري ورا الكوره. طب اللاعب الثالث هو امام عاشور، كانت ايه مهامه في مباراه النهارده؟ امام عاشور في مهام مباراه النهارده هو الاستلام في انصاف المساحات بتاعه مصطفى شلبي. مصطفى شلبي شفناه النهارده كان فاتح الخط تماما ناحيه الشمال مع عبد الشافي، واللي كان بينزل في انصاف المساحات بتاعه ناحيه يعني ناحيه الشمال بتاعه الزمالك هو امام عاشور، واللي كان بيناحيه الثانيه اللي بيقابله في انصاف المساحات هو زيزو. فزيزو كان بينزل في انصاف المساحات ناحيه اليمين، وامام عاشور بينزل في انصاف المساحات ناحيه الشمال، وبتلاقي الاثنين في نص الملعب السيسي ودونجا بيحاولوا يعملوا كثافه، والزمالك نوعا ما كان بيحاول يعمل كثافه هجوميه وكثافه عدديه. واللعب بتاعت امام عاشور ناحيه الشمال دي على باسم علي، عبد الشافي ومصطفى شلبي وامام عاشور بيميلوا ناحيه باسم علي ناحيه اليمين بتاعت فيوتشر عشان يخلقوا تفوق عددي وتفوق تمركزي وتفوق نوعي، وده اللي خلى الزمالك يجيب هدفين بتوعه من الناحيه بتاعت مصطفى شلبي. مصطفى شلبي ابتدى يخلق له المساحه بالدبل اب بالوان تو اللي كان بيتعمل سواء مع عبد الشافي او مع امام عاشور، ابتدت تتخلق المساحه ناحيه اليمين عند فيتشر، وابتدى يستغلها مصطفى شلبي. ده اللي كان محتاجه مصطفى شلبي. مصطفى شلبي ظهر بالشكل المميز جدا مع انبي بسبب ان هو كان بيستغل المساحات اللي في خلف لعيبه الخصم بتوعه ضد انبي، سواء بقى في ظهر المدافعين او في ظهر الباكات. والنهارده ده بان مصطفى شلبي مستواه كويس بسبب المساحات، كان بيتلعب له الكوره في المساحه
فبيروح في المساحه فبيخلق فرصه سواء اوفر او تسديده. الجون الاول جه من تسديده لمصطفى شلبي، ردت للجزيري حطها جون. الجون الثاني اوفر مصطفى شلبي، الكره بتنزل بالطوب بتحصل لعبكه في قلب الدفاع بتاعت مصطفى فيوتشر، تيجي للجزيري، الجزيري بيحط بيلم على يمينه ويحطها الجون الثاني للزمالك. ولكن الجون الثاني بعد يعني الجون الاول الزمالك اللي جابه، الجون التعادل مضحك جدا، الكره تتلعب بتترد، محمد عبد الغني بيتلخبط في الكوره والكره بتيجي مروان محسن بيخش يحط الجون التعادل، ده كانت فيه نوعا ما شك. طب الزمالك بتهاجم كويس، عندك انماط كويسه في الناحيه الهجوميه، بتحاول تلعب على الهجمات المرتده وتستغل المساحه اللي في ظهر لعيبه منتخب فريق فيوتشر، وفيوتشر نوعا ما خط الدفاع بتاعها مش افضل شيء، فبالتالي عرفت تستغل ده وتسجل هدفين. ولكن الزمالك بعد الجون الثاني شفناها في لقطه بتاعت اسامه نبيه، حتى بيقول للاعيبه الزمالك ثلاثه، الثلاثه كده بتشير لثلاثه في نص الملعب، خلاص احنا الاربعه 2 3 1 خدنا منها اللي احنا عايزينه، انزل بقى في 3 في ال 4 3 3 في نص الملعب واقفل لي المساحه. وكان تمهيدا للشوط الثاني اللي الزمالك يلعب بالشكل بيه، امام عاشور نزل مع ثنائي نص الملعب عمرو سيسي ودونجا، وابتدوا يقفلوا العمق بتاع الملعب وفي نفس الوقت يدعموا الباكات ويدعموا الاطراف بتاعت الزمالك. ده هينقلنا الشوط الثاني، دخل الشوط الثاني الزمالك بال 4 3 3 4 3 3 خلاص تخلى عن 4 2 3 1 ونزل بال 4 3 3 وبالافكار بتاعه الشوط الثاني استحضرني او جه في ذهني على طول افكار هيكتور كوبر مع الزمالك او عفوا مع منتخب مصر في الفتره بتاعته مع منتخب مصر، هي دي افكار كوبر. كان كوبر بال 4 2 3 1 يخطف جون، جه في التعادل يخطف ثاني، خلاص حافظ هنزل عبد الله السعيد جنب طارق حامد والنني والعب بال 4 3 3 وادعم الباكات بتاعتي وادعم الاطراف بتوعي واقفل الدنيا تماما. بمناسبه الشوط الاول كانت ال 4 2 3 1 في الشكل الدفاعي بتتحول ل 4 4 2 وزيزو بيرجع يساند مع سيد نيمار، وشلبي بيرجع يساند مع عبد الشافي، وامام عاشور بيبقى تحت سيف الدين الجزيري، وبس نص الملعب السيسي ودونجا زي ما هم، فالاطراف كانت بتدعم نفسها. ده الغريب بالنسبه لي النهارده، ان زيزو وشلبي كانوا بيرجعوا يدافعوا، ده ما كنتش بيشوفه مع مثلا جوزفالدو فيريرا، زيزو وشلبي ما كانوش بيرجعوا يسندوا في الناحيه الدفاعيه، فكان دايما بنشوف اثنين على واحد في الباكات، سواء اثنين على واحد على عبد الشافي او فتوح، او اثنين على واحد على سيد نيمار او عمر جابر، فبالتالي كانت بتخلق تفوق تمركزي وتفوق عددي على الاطراف بتوع الزمالك، فبالتالي كانت بيخش او الاطراف بتبقى مستباحه. لكن النهارده لا، الاطراف كانت مقفوله صح، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. الشوط الثاني حتى كنا بنشوف امام عاشور لما رجع ثالث في نص الملعب، امام ما بقتش يتقدم كتير وبقى يميل باستمرار على سيد نيمار علشان يقفل على جوناسان الباك ليفت بتاع فيوتشر، فده كان شكل كويس للزمالك. كنت في الشوط الثاني مش عايز الكره تبقى معاك، مش عايز الكره تبقى في رجلك، كان دايما اول الكره ما بتقطعها من لعيبه فيوتشر بتشتت على طول عشان ترجع الكره تاني لفيوتشر وتلعب بالتمركز الدفاعي بتاعك وتحاول تلعب على هجمه المرتده، جت هجمه مرتده خير وبركه ما جاتش، انا مقفل دفاعي كويس جدا وبحاول اطلع بالمباراه الى بره الامان والاثنين واحد. افكار كنا بنشوفها مع باتريس كارتيرون، افكار كنا بنشوفها نوعا ما مع باتشيكو، افكار كنا بنشوفها مع هيكتور كوبر مع منتخب مصر، كل دول تجمع في اسامه نبيه. اسامه نبيه نقول النهارده ده مدير فني كبير، مدير فني قادم وكل الكلام ده، لا ده لسه اول مباراه، اول مباراه ولا همجد في اسامه نبيه ولا همجد في اللاعبين، هنقول بقى اللعيبه عادت واللعيبه عملت اداء واللعيبه رجعت، لا مفيش الكلام ده. النهارده اللي تشيد بيه شيفه محمد عبد الشافي، اللاعب لو انت معاك 11 لاعب بيلعبوا بروح ورجوله محمد عبد الشافي مفيش فريق هيقدر عليك في مصر. محمد عبد الشافي اللي عنده 37 سنه ولا 38 سنه وبيلعب بالاداء الرجولي والروح العاليه دي شيء لازم نسقف له، لازم نقول له شابوه. النهارده محمد عبد الشافي بيعمل مباراه تدرس لكل لاعب في الزمالك، تبقى عايز تقول للاعيبه الزمالك العبوا برجوله، شغل ماتش فيوتشر النهارده واللعيبه العبوا زي محمد عبد الشافي، لاعب اكبر لاعب في ارض الملعب بيجري ويلتحم ويقطع كرات ويرفع اوفرات ويساند في الناحيه الهجوميه ويقفل جبهته في الناحيه الدفاعيه، محمد عبد الشافي اديني في العتائي والذهب لا يصدق فعلا يا محمد عبد الشافي. شكرا محمد عبد الشافي، ده اللي نشيد بيه في مباراه النهارده. في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور الزمالك على العوده للانتصارات والعوده تاني، واننا نوعا ما بنحاول نخش في مربع ذهبي، ولو كسبت المباراه الجايه وبيراميدز رجع وقعت ترجع تاني للمركز التاني ونوعا ما تخش وتحاول تزاحم في المربع الذهبي بعد ما انت كنت بعيد تماما. في اخبار ان فريرا هيرجع، مش عارف ده صح ولا غلط، ولكن في كل العموم مبروك لكل جمهور الزمالك، هارد لك اي حد يشجع فيه تشربها. في الاول وفي الاخر ده كان
راي شخص واحد هو رايي انا في مباراه الزمالك. وفيوتشر قول رايك انت في الكومنتس قول توقعاتك، هل الزمالك قادر على العوده ومنافسه من تاني على الدوري ولا المنافسه على الدوري بعيده السنه دي؟ قول رايك في الكومنتس. ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ومره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، وبعمل على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه، سلام.